وانتقل لبيروت ومعنا من هناك الكاتب الصحفي أسعد بشارة، مرحبا بك معنا. على ما يبدو أن هذا التوتر مستمر ومتصاعد تحديدا على الضاحية الجنوبية لبيروت، بينما لازال الصبر التكتيكي موجود ويلازم الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. قراءتك للمشهد في هذا التوقيت الآن وما ستؤول إليه الأمور في القريب؟ هناك انشغال إسرائيلي آخر موازي للبنان وغزة الآن، هو الانشغال بطهران بالضربة التي يمكن أن تكون محدودة والتي يمكن أن تستجلب ردا إيرانيا يستوجب أيضا تحركا أمريكيا إسرائيليا مشتركا، فبالتالي يفتح المجال الإسرائيلي الإيراني على تصعيد أكبر وأكبر، بما يعني يشتت جهد إسرائيل في الجنوب. إلى الآن الضربات الجوية تتكثف والاغتيالات تنجح بها إسرائيل. اسمح لي على المقاطعة، ولكن يعني بخصوص ما ذكرت، وكالة تسنيم الإيرانية تنقل عن مصدر عسكري الآن بأنه خطة الرد الصارمة على أي تحرك إسرائيلي محتمل جاهزة، وتقول كذلك نقلا عن وكالة تسنيم الإيرانية ونقلا عن مسؤول عسكري ومصدر عسكري أنه إذا تحركت إسرائيل فليس هناك شك في تنفيذ الضربة المضادة الإيرانية ردا طبعا على الهجوم الإسرائيلي. تفضل سيد أسعد. كما يعني ذلك، فأذن ضربة مقابل رد فعل إيراني مقابل ضربة مقابلة، يعني من غير المعروف إلى أين ستذهب الأمور على هذا المحور. أما في لبنان فالواضح أن هناك، كما ذكرت تفضلت، أنه هناك تريث في الموضوع التوغل البري، لأن إسرائيل تعتمد سياسة القضم هناك على الأرض لمحاولة استفراد القرى والمناطق المحصنة التي كان حزب الله طوال 20 سنة وأكثر قد جهزها لمثل هذه المواجهة. يعني تصدق نظرية أستاذ أسعد، اسمح لي على المقاطعة، تصدق نظرية أن إسرائيل اليوم قادرة وعازمة بالفعل ستنفذ هذه الخطة بالقضاء على فكرة حزب الله كقوة إقليمية موجودة كذراع لإيران، قادرة اليوم بالفعل إسرائيل بحسب ما نتابعه من إنجازات وأهداف حققتها حتى الآن، قادرة على فعل ذلك؟ بغض النظر عن توقعنا للقدرة وعدم القدرة، ما يمكن التأكد منه أن هناك قرارا لدى إسرائيل بهذا الأمر. أما الوسائل وكيفية تحقيق الأهداف فهي طبعا للواقع الميداني الذي يتحرك كل ساعة ويتغير كل ساعة. إلى الآن يعني فعلا هناك تريث وتحفظ بطريقة التوغل البري لمحاولة محاصرة هذه المواقع المحصنة التي حرص حزب الله على بنائها على مدى 20 عاما، وهي مواقع محصنة بشكل ممتاز ولدى المقاتلين اكتفاء وهم قادرون على القتال حتى من دون توجيه القيادة لمدة أسابيع وأشهر، ومع ذلك تم اختراقها. تم اختراقها نسبيا. الآن ما يمكن تسجيله من ملاحظة على موضوع الغزو البري هو أن هناك شبه تعتيم إعلامي من حزب الله ومن من من إسرائيل، يعني الصورة ليست واضحة، ولكن الواضح عن بعد أن هناك محاولة قضم إسرائيلي، يعني تخصيص حملة لهذه البلدة أو لهذا الوادي أو لتلك، طبعا أرض جغرافية هناك فيها الكثير من الأنفاق، فيها القدرة على تنفيذ الكمائن، فيها آلاف المقاتلين لحزب الله. من غير المعروف إذا ما تمكنت إسرائيل من قطع الإمداد عبر الجو أو عبر منع السيارات أو الدراجات النارية، لكن بالتأكيد صلب المواجهة سيكون هناك على الأرض. إسرائيل تستمر باصطياد قيادات حزب الله أو ما تبقى منها، تستمر بتنفيذ ضربات على بنك أهداف يبدو أنه كان كبيرا جدا موجودا لديها بفعل عمليات الاستخبارات التي قامت بها طوال عشرات السنوات الماضية منذ حرب العام 2006، وعلى هذا المنوال تسير العمليات العسكرية. إلى أين ستؤدي؟ ما هو المدى الزمني؟ لا يمكن لأحد توقع أن يجيب على هذين السؤالين. موقف حزب الله من كل هذه التطورات المتسارعة، هل من المرتقب
أو المتوقع بأنه يقبل بوقف هذا التصعيد يستسلم أمام كل هذه الخسائر التي لحقت بمناطق لبنانية مختلفة؟ لم يعد بالإمكان الكلام عن موقف حزب الله، كنا نتكلم عن حزب الله ونقول أنه موقف إيران، الآن نقول مباشرة الموقف الإيراني. بعد زيارة عباس عراقجي لبيروت وزجره لرئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة اللذين حاولا أن يخرجا بدعوة لوقف إطلاق النار وتنفيذ 1701، يمكن القول أن إيران تقول الأمر لي بالمباشر لسببين، الأول لأن قيادة حزب الله السياسية قد أزيلت عمليا، شأن القيادات العسكرية والميدانية التي تحاول إيران أن يعني تعيد الهيكلة بملأ كل هذه الفراغات الكبيرة، والدليل أنها تخاطر بإرسال قائد فيلق القدس إلى اجتماع في الضاحية الجنوبية، وإلى الآن المصير مجهول جراء غارة إسرائيلية كبيرة. فإذن هناك إدارة إيرانية مباشرة، الموقف عن هذه الجبهة يؤخذ من طهران ويعلم من طهران، ولا يمكن التعويل بعد الآن على القول أن هناك شخص كنصر الله كان موجودا وكان قادرا على أن يدير اللعبة، طبعا بالتنسيق وبما تطلبه طهران، ولكن كان يشكل مرجعا باعتباره أنه محط ثقة إيرانية في إدارة هذا الصراع. الآن لم يعد يوجد من يمكن أن يملأ هذا الفراغ، بالتالي الأمر لي من إيران بكل تطور عسكري، بكل قرار، بكل قرار سياسي أو عسكري. عراقجي أبرز مقاله عدم فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة، وأتى وفرض هذا الأمر واستجاب. وتصريحات أخرى تقول بأن حزب الله لا يحتاج لدعم إيراني للقتال معها، بل قادر على الدفاع عن نفسه. يعني تصريحات متضاربة بعض الشيء من الجانب الإيراني، ولكن اليوم وسط كل هذا أين الصوت الدبلوماسي اللبناني؟ هل فقد؟ يعني إذا ما تابعنا تصريحات رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، يقول بأنه لا زال يتلقى المشاركات من قبل حزب الله فيما يتعين بمصير البلاد، تطبيق قرار 1701 وما إلى ذلك. طمأن من حزب الله بأنه لا زال يعني يعترف بالدولة اللبنانية وبقرارات التي ممكن أن تصدر عنها أو يحتاج إليها إذا ما يعني ضاقت به السبل في النهاية؟ إلى الآن لا يبدو هذا المناخ قائم. لماذا؟ لأن بري يعني قال بوضوح أن لديه تفويض من حزب الله، ثم تبين أن التفويض سحب بسحر ساحر. حزب الله يعتمد الدولة اللبنانية ومؤسساتها كناطق رسمي باسم مشروعه، وليست كجهة رسمية مسؤولة تقرر ويتشاور معها ثم يتماهى معها. لا، على العكس تماما، هي ناطق رسمي باسم أو مفاوض، يعني إذا رفعناها مرتبة. القرار إيراني، وعباس عراقجي عندما يقول مقاله وعندما يقول الخامنئي في التأبين في طهران بأن مساعدة اللبنانيين لغزة هي حق شرعي وواجب، إنما يقول أن ربط جبهة لبنان بجبهة غزة قائم بإصرار إيراني. طالما وقائم بإصرار إيراني يعني لا وقف لإطلاق النار، لا وقف للحرب، والحرب مفتوحة على كل الاحتمالات. شكرا جزيلا لك، وتابعنا من بيروت الكاتب الصحفي أسعد بشارة.